نفكر في ما الذي يحدث إذا كان لدينا هذا الجزيء لنسميه أولا. لدينا 1 2 3 4 5 كربونات، لا يوجد روابط ثنائية، 5 يعني أنه بنت، إنه بنتان ولديه مجموعتين على الكربون رقم 3، 1 2 3، لا يهم من أي جانب نبدأ بالعد. لدينا مجموعة بروم ولدينا مجموعة الإيثيل، 2 كربون هنا على الكربون الثالث. لدينا 3 برومو 3 إيثيل 3 إيثيل، بنتان هنا. إذا لدينا 3 برومو 3 إيثيل بنتان يذوب في المذيب في هذا هنا، إنه الكحول ولديه كربونين هنا، ميث إف، إذا هو الإيثانول. إيثانول هذا هنا هو الإيثانول. نفكر في الذي يمكن أن يحدث إذا كان لدينا 3 برومو 3 إيثيل بنتان يذوب في بعض الإيثانول. الآن الإيثانول لديه هيدروجين أصلا، إنه ليس متحمس كثيرا للحصول على بروتون آخر، بالرغم أن لديه شحنة جزئية سالبة، إنه قطبي. الأكسجين كهروسلبي جدا، لديه شحنة سالبة جزئية، لذا ربما قد يريد أن يأخذ بروتون آخر، لكن لا يريد ذلك بشدة، هو عمليا قلوي ضعيف. الإيثانول هنا هو قلوي ضعيف، هو ليس قوي كفاية لانتزاع الهيدروجينات من الكربونات كما شاهدنا في تفاعلات الإيتو، إنه فقط سيجلس وينتظر حتى يحدث شيء ما. ماذا قد يحدث؟ حسنا، لدينا مجموعة البروم هنا، لدينا هذا البروم وأيون البروم، هو عمليا مجموعة مغادرة جيدة، وهو كبير إلى حد ما، وهو قادر على الحفاظ على تلك الشحنة لأنه ينشرها على سحب الإلكترون الكبيرة، وهو متصل مع الكربون الثالثي أو الثلاثي. هذا الكربون هنا متصل مع 1 2 3 كربونات، لذا إذا كان سيخسر إلكترون، هذا الإلكترون هناك، وربما لا يفضل عمل هذا، لكن سيكون مستقر بشكل معقول، إنه ضمن نطاق الاحتمالات. قد يحدث هذا ربما في هذه الخطوة الأولى، بما أن البروم هو مجموعة مغادرة جيدة، وهذا الكربون يمكن أن يكون مستقر. ربما البروم هو أكثر كهروسلبية أصلا، هو محتكر هذا الإلكترون من قبل، ربما يأخذهم جميعهم سويا. لنرسم البروم، لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ، ربما يسرق هذا الإلكترون من الكربون، وسيكون الآن لديه 8 إلكترونات تكافؤ ويصبح أيون. ماذا يحدث الآن؟ بالطبع الإيثانول لا يفعل شيء، فهو قلوي ضعيف، لم يكن قوي بالشكل الكافي ليتفاعل مع هذا. ماذا يحدث الآن؟ هذا سيكون التفاعل البطيء، ما قلته أن هذا لن يحدث بشكل سريع، لكن يمكن أن يحدث. هذه هي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل، rate determining step. ماذا يحدث بعد هذا؟ سأقوم بلصق كل شيء مرة أخرى، إذن هذا هو الأساس الذي نبدأ به. لكن الآن بعدما حدث هذا التفاعل كيف سيبدو؟ البروم غادر، دعوني أمسح هذا، سأمسح البروم. في الواقع هو أخذ إلكترون معه، لذا هو الآن أيون. سأرسمه بهذا الشكل، سأستخدم اللون الأزرق، هذا هو البروم. البروم هو هنا، لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ، قام بسرقة هذه الإلكترون الأرجواني من الكربون. الآن لديه 8 إلكترونات تكافؤ ولديه شحنة سالبة. الكربون خسر إلكترون، لذا لديه شحنة موجبة، وهو نوعا ما مستقر لأنه كربوكاتيون ثلاثي. الآن نفكر فيما يحدث، وأريد أن أشير إلى شيء في الخطوة الأولى من التفاعل، فقط واحد من المتفاعلات كان مشارك. الخطوة المحددة لسرعة التفاعل هذه، إذا لم يحدث هذا لا شيء آخر سيحدث، لكن الآن بما أن هذا يحدث فإن كل شيء آخر سيحدث بشكل سريع. في الخطوة المحددة لسرعة التفاعل لدينا فقط واحد من المتفاعلات مشارك، إنها مشابهة لتفاعل SN1، ولكن ما نحن في طريقنا لرؤيته هنا هو عمليا حذف، وسنسمي هذا التفاعل الE1، سنرى هذا خلال ثانية. في الواقع الحذف عمليا قد حدث، البروم قد غادر أصلا، لذا أتمنى أن تفهموا لماذا
لماذا هذا يسمى تفاعل حذف E1؟ هو تفاعل حذف elimination، E جاءت من حذف. معدل التفاعل فقط يتعلق بواحد من المتفاعلات هنا، ولا يتعلق في هذه الحالة بالقلوي الضعيف. الآن بما أن البرام قد غادر، لنفكر إذا كان هذا قلوي ضعيف، هذا الإيثانول يمكن في الواقع أن يفعل أي شيء. لديه شحنة سالبة جزئية هنا، لديه شحنة سالبة جزئية هنا، وعلى هذه الأطراف لديه شحنات موجبة جزئيا، لذا هو نوعا ما منجذب إلى الهيدروجين أو إلى البروتون، إلى الشحنات الموجبة، لكن ليس بشكل كبير، بحيث يمكن سرقته من الأشياء التي ليست حمضية بشكل معتدل. الآن بما أن هذا كاتيون الكربون، هذا الجزيء كله في الواقع الآن يصبح حمضي جدا، والذي يعني أنه يريد التخلي عن البروتونات. على طريقة أخرى يمكن أن نبين هذا بها، هو أنه يريد أخذ إلكترونات، وهذا يعتمد على إذا ما كنا نريد استخدام تعريف برونستد لوري للحمض أو تعريف لويس أي طريقة، فهو يريد أن يتخلى عن بروتون. يمكن أن يكون ذلك، لديه شحنة موجبة زائدة ويريد أن يتخلص من الشحنة الزائدة الموجبة. إذن هو حمضي بشكل كبير، بشكل كافي، بحيث يمكن أن يتفاعل مع القلوي الضعيف. ما لدينا الآن هو حالة حيث على هذه الشحنة السالبة الجزئية من هذا الأكسجين، سأختار لون مناسب هنا، لنقل هذا الإلكترون هنا يمكن أن تبرع به، أو سوف يسرق بروتون الهيدروجين، يسرق بروتون الهيدروجين، ومن ثم إلكترون الهيدروجين سيأخذ بواسطة الجزيء الأكبر، وفي الواقع سينجذب إلى كاتيون الكربون. إذن سيذهب إلى كاتيون الكربون بهذا الشكل. الآن في هذه الحالة ماذا يحدث؟ ما هو الناتج النهائي لدينا؟ لنرسم هذا هنا. هذا الجزء من التفاعل سيحدث بسرعة، معدل التفاعل يحدث ببطء، المجموعة المغادرة يجب أن تغادر، الكربوكاتيون يجب أن يتشكل، هذا لن يحدث بسرعة كبيرة، لكن حالما يحدث ذلك فلن يكون مستقر، ومن ثم هذا الشيء سيحدث. هذا سريع، سألصق كل شيء مرة أخرى. إذن الآن كان لدينا أصلا البروم، كان لدينا البروم، لقد غادر. الآن الهيدروجين اختفى، الهيدروجين من ذلك الكربون هناك قد اختفى. حسنا، هذا الإلكترون هو ما يزال على هذا الكربون، لكن الإلكترون الذي كان مع الهيدروجين هو الآن على الكربوكاتيون. هذا الإلكترون هنا هو الآن هنا، والآن تلك الرابطة هنا هي هذه الرابطة. لقد شكلنا الكين، والآن الإيثانول أخذ بروتون الهيدروجين وأصبح كاتيون موجب. لنرسم هذا. إذن هذا الإلكترون في النهاية قد تم منحه، هو لم يعد مع الإيثانول، تم إعطاؤه إلى هذا الهيدروجين هنا، هذا الهيدروجين هنا. والآن قاموا بتشكيل رابطة جديدة، وبما أن هذا الأكسجين تخلى عن إلكترون، لديه الآن شحنة موجبة، وعلى طول هذا أنيون البروم غادر في الخطوة السابقة. أنيون البروم يطفو في الأنحاء مع إلكترونات التكافؤ الثمانية، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، ومن ثم لديه هذا هنا، هذا يجعله سالب، ومن ثم التفاعل قد تم. كان لدينا قلوي ضعيف ومجموعة مغادرة جيدة وكربون ثلاثي، والمجموعة المغادرة غادرت، كان مشمول لدينا فقط واحد من المتفاعلات تم حذفه، ومن ثم حالما يحذف عندها القلوي الضعيف كان قادرا على أخذ الهيدروجين من هذا الجزيء، وذلك سمح لهذا الجزيء ليصبح الكين وكون رابطة ثنائية. هذا يسمى، وذكرت هذا سابقا، هو تفاعل E1.
اي للتعبير عن elimination، elimination، ولأن الخطوة المحددة لسرعة التفاعل فقط متعلقة بواحد من الجزيئات فهو واحد، وهذا لا يشمل القلوي الضعيف. سنتحدث أكثر عن هذا، خاصة الظروف المختلفة، حيث قد يكون لدينا أنواع مختلفة من تفاعلات الـ E، وأي هيدروجين سوف يؤخذ، وكل الأشياء مثل هذا E1 E2 SN1 SN2، وسنرى ذلك، وما هو نوع التفاعل من هذه أو البيئات أو المتفاعلات اللازم وجودها لكل واحد من هذه حتى يحدث في ظروف مختلفة. نراكم.